اليوم جولة في أحد شوارع روما، يعتبر فيها ازدحام نسبيا. طبعا هنا متاجر راقية، ملابس وأحذية وحقائب ومجوهرات وقاعي ومطاعم. هذا مطعم بيتزا طبعا، محل ملابس. محل ملابس حتى هو جميل. هذا محل حقائب. هذا محل يعتبر ازدحام قليل جدا. محل مجوهرات جميل جدا. هذا محل الحب. لابس رياضية رجال ماركة. والله شرف فيه مقهى تو مطعم بيتزا. Questa si sta, non lo so, non so pure lei.